السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا من 58 ولاية، مرحبا بكم في قناتكم وصفحتكم ومحلكم أثاثقة، دائما بالجديد ودائما بغرف النوم الجميلة. اليوم جبنا لكم موديل جديد ولأول مرة راح ديكوفريوه في أثاث الثقة، لاشومبر تحت اسم دينا اللي مخدومة أون بوا روج. نبداو في الشرح تاعها ونبداو بلو لي اللي في أمات 90/60 لي غرون دوسيرو بالكابيتوني ولي بتي دوسيرو كامل أون بوا خاوتنا. كيما راكم تشوفوا لي غرون دوسيرو أون تي طاش في الكري خاوتي و لونكادرومون كامل أون بوا روج، خدمة ما شاء الله خاوتنا. ننتقلوا ونزيدوا نشوفوا لو بتي دوسي لي راه كامل اون بوا كيما راكم تلاحظوا فيه حاجه ما شاء الله لا فينيسيون الله يبارك. بالنسبه لي طاب دي نوي خاوتنا فيهم قاعده زجاجيه في اللون الاسود ملفو كيما راكم تلاحظوا فيهم وان سول تيروار ومرفودين على الارض خاوتنا لي طاب دي نوي لي دو وكامل لا شومبر مرفود على الارض كيما راكم تشوفوا، يعني حاجه ما شاء الله لا فينيسيون كيما راكم تلاحظوا فيها بزاف بزاف شابه. اوفرتور فاسيل رايا ترك خدمه بروفيسيونيل كيما راكم تلاحظوا فيها، يعني حاجه بزاف بزاف بروب كيما راكم تشوفوا. يلا نزيدو ننتقلوا ونشوفوا القطعه الثالثه في هذا لاشوم خاوتنا واللي هي لاكوافيس. خاوتنا لاكوافيس ستيل جديد ماشي شايفينه، يعني حاجه بزاف بزاف حسام كيما راكم تشوفوا، خدمه متقونه مرفوده على الارض فيها مرايه خاوتنا في البلان كيما راكم تشوفوا في لي كوتي خاوتنا راهي بهذا لو موتيف كيما راكم تلاحظوا في حاجه ما شاء الله توجور رايه تيرك وفيها قاعده زجاجيه في اللون الاسود خدمه مانيفيك. شوف الله يبارك لي تيروار حاجه كبيره لاكوافيز اللي ترفد لكم كامل القش تاعكم، يعني حاجه ما شاء الله من فريكو تقدروا تحطوا شباحات كيما راكم تشوفوا في الصوره الله يبارك. شوفوا الله يبارك كيف كيف قاعده زجاجيه في اللون الاسود لا شومبر من ناحيه الديزاين من ناحيه التصميم بيرفيكسيون خاوتنا، كل شيء متناسق الله يبارك كل شيء 10 على 10. يلا نروحو نزيدو نشوفو لا كاردروب 3 بورت كولي سونت خاوتنا 2 بورت ابانو 2 و 1 بورت افيك ميروار كيما راكم تلاحظو. شومبرا تاع الناس اللي عندهم الذيق ننصحهم بهاد لا شومبر من الفوق دو سبوت كيما راكم تشوفو. لي بورت ابانو راه فيهم شويه تاع الزجاج خاوتنا في الميليو ديزاين هايل كيما راكم تلاحظو فيه ميم رايب بالفلاماج حاجه ما شاء الله خدمه بزاف بزاف متقونه كيما راكم تلاحظو فيها. شوفو الله يبارك لا فينيسيون تاع لو هو اللي راهو كامل اون بوا روج بزاف بزاف شابه خاوتنا. لا شومبر تيلمو الي بيان فيني تحسبها مخدومه اوناتر. شوفوا الله يبارك خاوتي نزيدو ننتقلو ونشوفوا التقسيم الداخلي تاعها سيغ لا غوش سيغ لا دروات خمسة دفات ترفد بليتس الله يبارك في الميليو ايطاجير و اسباس بور لا تلانك خدمه ما شاء الله لا فينيسيون. واش تشوف برا تشوف الداخل اثاث ثقه دائما تبقى تبازيلكم على لا فينيسيون وعلى لا سوليديتي. هذه هي خاوتنا لا شومبر دينا، نتمنى تكون نالت اعجابكم خاوتنا، نتمنى كنتو استمتعتوا كنتو ديكوفريتو معنا لا شومبر بيان خاوتنا ونكون وكنا في المستوى ان شاء الله نتمنى كنا في المستوى وشرحنا لكم بيان كوم يفو. بالنسبه للارتفاع تاع لا شومبر فيها 2.20 متر وفي الطول فيها 2.45 متر بالتحديد خاوتنا لا شومبر الناس اللي عندهم الذيق كما سبقت وقلت لكم. بالنسبه لا شومبر دينا السعر تاعها راهي 13,800,000 النقل والتركيب لجميع الولايات واش معناتها انتم اذا راكم انتريسي بهاد لاشومب اتصلوا بنا في الارقام اللي ظاهره في اسفل الشاشه وحنا رانا توجو لنا في الخدمه نجيب لكم لاشومب نركبوها لكم وتخلصوا في داركم. خلونا اراء تاعكم في الكومنتير. كان معكم الاخ عبد الرزاق واخر كلام سلام.